الآن مشاهدينا لشباك الثقافة، وتفتتح اليوم رسميا في الدوحة مكتبة قطر الوطنية أبوابها، والتي تضم أكثر من مليون كتاب بموضوعات مختلفة من الآداب والعلوم الإنسانية الاجتماعية والطبيعية، إضافة إلى أكثر من 500 ألف كتاب إلكتروني ودوريات وصحف، كلها توفر فرصة للمقيمين والزوار بالتعرف على تاريخ وتراث دولة قطر وفي نفس الوقت الحفاظ عليه. تضم أيضا المكتبة مكتبة تراثية متميزة تحتوي على 50 ألف مادة تاريخية وتراثية حول تاريخ منطقة الخليج من مخطوطات وخرائط ومقتنيات أثرية. مراسلنا في الدوحة سلمان النجار ينضم إلينا وأعد لنا هذا التقرير من هناك. ليس بناء عاديا بل صرحا معماريا يأخذ الألباب، أبدعه المصمم والمهندس الهولندي الشهير ريم كولهاس، واستغرق بناؤه 5 سنوات. صمم المبنى على شكل ورقتين يلتقيان في 4 أطراف ويسمحان لضوء الشمس بالدخول للقاء شمس المعرفة، معرفة يجمعها 1000 كتاب بلغات شتى تتيح أمام الزائر خيارات لا حصر لها، تضم كتبا ورقية وإلكترونية وقواعد بيانات لأشهر المجلات العلمية. كما تقام هنا محاضرات وندوات نقاشية ومعارض، كلها تسهم في نشر المعرفة. المكتبة بتقدم أنشطة كثيرة أكثر من الكتاب. النهاردة مثلا كان عندنا ورشة عن الكتابة، فالمكتبة بتقدم، السنة اللي فاتت قدمنا رغم المكتبة ما كانتش مفتوحة فوق 500 ورشة تدريبية، فهي مكان للتعلم بصرف النظر إذا كان التعلم ده عن طريق كتاب أو عن طريق وسائط متعددة أو عن طريق محاضرة. خلال 5 أشهر من افتتاح المكتبة حصل 50 ألفا على العضوية واستعاروا 300 ألف كتاب. أكثر من 1 مليون كتاب على امتداد 45 ألف متر مربع بمختلف اللغات ولكل التخصصات. هذا أشبه بالحلم لأي باحث. صغارا وكبارا، طلبة وباحثين، عربا وأجانب، وجدوا في المكتبة فضاء يتيح لهم الابتعاد عن صخب الحياة وخلوة إلى الكتاب. أما دوافعهم فكانت شتى. أنا صيني وجئت إلى المكتبة للبحث عن بعض الكتب لتعلم اللغة العربية، وذلك لتسهيل تواصلي مع العرب والقطريين. أنا من كندا ومقيم في قطر منذ 4 سنوات، وجئت برفقة ابنتي لاستعارة بعض الكتب. إنه مبنى معبر وخيار ممتاز. شيء جديد أن نجي يعني كزيارة للمكتبة، خاصة يعني خارج مكتبة الكلية، وما شاء الله يعني لقيناها فيها أقسام كثيرة ومجموعات واسعة من الكتب. تحتوي المكتبة على عدد من الابتكارات التكنولوجية الفريدة، مثل النظام الآلي لفرز الكتب وشاشات الوسائط التفاعلية ومحطات استعارة الكتب وإعادتها تلقائيا. وفي قلب المكان تقع المكتبة التراثية، وهي تضم 50 ألف مادة تاريخية وتراثية و4000 مخطوطة وأكثر من 1000 خريطة تاريخية. مكتبة قطر الوطنية هي مكتبة نادرة في التصميم والمحتوى، أرادها أصحاب الفكرة منارة حضارية للبلاد والمنطقة. سلمان النجار، التلفزيون العربي، الدوحة. مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الحدث نذهب إلى المدينة التعليمية في الدوحة، حيث ينضم إلينا ويتواجد هناك مراسلنا سلمان النجار. أهلا بك سلمان. يعني بداية أريد أن أسألك على يعني افتتاح اليوم، الافتتاح الرسمي لمكتبة قطر الوطنية، كيف كانت الأجواء؟ لو تنقل لنا المشهد من هناك سلمان.
نعم أحمد، قبل قليل وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رأس وفد كبير لبدء افتتاح هذه المكتبة بشكل رسمي. يحضر هذا الافتتاح أمير قطر ويحضره الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأيضا الشيخة موزة بنت ناصر وهي مدير مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. هذه المؤسسة التي تضم عددا كبيرا من الجامعات الغربية المرموقة في مختلف التخصصات مثل تخصصات الطب والهندسة والفنون وغيرها من التخصصات. المكتبة حقيقة افتتاحها اليوم يأتي في ظل نهضة شاملة تشهدها قطر، وأيضا دعي إلى هذا الافتتاح عدد كبير من الرؤساء الحاليين والرؤساء السابقين. نذكر من الرؤساء السابقين الرئيس التركي عبد الله جول وأيضا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وأيضا عدد كبير من المثقفين والمعنيين بالجانب الثقافي في الوطن العربي والعالم، منهم أيضا توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام وأيضا بعض الشعراء والأدباء، وسيكون لهم أيضا مداخلات ضمن حفل كبير بدأ قبل قليل في المدينة التعليمية وفي داخل مكتبة قطر الوطنية. مكتبة قطر الوطنية لا تخص فقط سكان قطر الذين يقتربون من 3 ملايين نسمة بين قطري وعربي وأجنبي، ولكنها أيضا ينتظر أن تكون محطة إشعاع في المنطقة. المكتبة تضم نحو 1,000,000 كتاب. اليوم سيتم وضع أمير قطر سيضع الكتاب رقم 1,000,000 على أرفف المكتبة. وأيضا المكتبة بها تقنيات مميزة جدا، نظام الاستعارة ونظام الإعادة، أنظمة إلكترونية بالكامل تضع الكتاب يذهب إلى رفه أو يذهب إلى منطقة قريبة من رفه، أيضا نظام الاستعارة كله نظام تكنولوجي، تستطيع البحث عن أي عنوان أو أي كتاب عبر خرائط وعبر ألواح يمكن البحث من خلالها. ينتظر أحمد أن تكون هذه المكتبة أيضا ليس فقط مكتبة للكتب فقط، إنما هناك أيضا من الجانب الإعلامي عدد كبير من الاستوديوهات الإعلامية لجوانب أخرى، لتعليم، لتدريب، لورش تدريبية للكبار وللصغار. أيضا المكتبة أحمد تضم مكتبة للأطفال، مكتبة تفاعلية للأطفال وبها عدد لا بأس به من الكتب والمواد التعليمية، وأيضا بها عدد من الغرف للمذاكرة وبها أيضا مسرح كبير واستوديوهات وأشياء أخرى ينتظر أن تجذب عددا كبيرا من الزوار. الحقيقة خلال الفترة الماضية منذ نوفمبر لعام 2017 وحتى اليوم تاريخ الافتتاح الرسمي، مئات الآلاف من الزوار أتوا إلى المكتبة، وهناك نحو 50,000 عضو سجلوا وبدأوا باستعارة الكتب. وينتظر أن تقيم المكتبة عددا كبيرا من الندوات التي يحضرها ضيوف من خارج الدولة لتشكل منارة ليس فقط للمدينة التعليمية وقطر وإنما أيضا للعالم. نعم سلمان، أشكرك جزيل الشكر، وخاصة بأن جهود قطر يعني معهودة في قطاع التعليم، وخاصة بأنها أيضا تتصدر يمكن الدول العربية في هذا القطاع. يعني كل هذا ينصب في موضوع التعليم ويعني المنشآت المكملة لقطاع التعليم. على كل أشكرك جزيل الشكر، مراسلنا من الدوحة سلمان.